مسألة ابن الجوزي، ابن الجوزي أيضا ذكر حديث الثقلين بصيغة أخرى للعلم وللاطلاع، وأنا ذكرت في هذه المخطوطة التي تكلمنا وذكرت أن الشيخ خالد ما راجعها ولا تكلم فيها، أما المخطوطة يقدر يراجعها اسمها المسلسلات هكذا الكتاب لابن الجوزي وذكر ايش يتكلم حول ماذا؟ مخطوطة المسلسلات ايش هو الموضوع؟ حول ماذا يتكلم الآن؟ ده افصل اللي حدث، فذكر حديث الثقلين ابن الجوزي ايضا، فبالتالي بيتكلم عن حلقه ابن الجوزي اذا ضعف هو يتكلم عن شيء ما فهمت ماذا يقول. عيد الجزئيه الاخيره فهمها للشيخ خالد الوصابي، عن ماذا كنت تتحدث؟ وين انا وصلت حتى وما إيه هذا مخطوط اللي مخطوط المسلسلات مدري ايش اه طيب، لكن ضيفوا لي ماشي ماشي ماشي، بس فهمها له بس. ابن الجوزي ضعف انا بس طرقا، ابن الجوزي ضعف طرقا من الاحاديث، لكن ذكر الحديث بصيغه اخرى في كتاب اخر له، وهو مخطوط موجود ان شاء الله عنده، يستطيع انه يستحصله ويتاكد من هذا الكلام. حديث لا تستطيع رد نهائيا. المساله الاخرى يقول ابن الجوزي مخطوط، عود نجيبه ان شاء الله ونعرف. لا انا جبته، هذا المخطوط انت اذا ما جايبه انا جبته. هذا المخطوط اقرا ماذا يقول، يقول قال شيخنا، خليني اقرا لكم اياه كامل. إيه تفضل. قال شيخنا ادام الله ايامه اخبرنا محمد بن ناصر، عن طويل الاسناد، يقول اخبرنا محمد بن علي فلان 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 الى ان يصل ويقول عن ابي ذر الغفاري ان رسول الله قال ترد علي الحوض رايه علي امير المؤمنين وامام الغر المحجلين، فاقوم فاخذ بيده فيباب فببياض وجهه ووجوه اصحابه، فاقول ما خلفتموني في الثقلين بعدي، هذه المخطوطه اللي انت بتجيبها. يقول فيقول تبعنا الاكبر وصدقناه وآزرنا الأصغر ونصرناه. من هذا؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ هذا أبو الفرج ابن الجوزي نقل هذا الحديث. إيش الحديث؟ أعد الحديث. إيش أعد الحديث؟ إيه أعده. لا بس ما سمعنا إلا أنه قال العلي، وبعدين إيش مضمونه؟ هات نكتب. عن أبي ذر الغفاري إيه؟ أن رسول الله قال إيه؟ اقرأ السند اقرأ طويل يعني. لا اقرأ السند، هو أهم شيء السند. هو إحنا إيش ليش خايف من السند؟ اسمع راح أقرأ. إحنا موضوعنا مو الإسناد الذي لا لا اقرأ السند وبعدين نشوف بعدين كلام ابن الجوزي على السند. تفضل اقرأ السند. سنقرأ. أخبرنا أشقان شيخنا أدام الله أيامه، أخبرنا محمد بن ناصر، قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي العلوي، حدثنا القاضي محمد بن عبد الله الجعفي، قال حدثني الحسين بن محمد بن الفرزدق، حدثنا الحسن بن علي بن بزيق، حدثنا إيه حتى تجي البراشيم، حدثنا يحيى بن حسن بن فرات القزاز، حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي وهو عبد الله بن عبد الملك، عن الحارث بن حصير، عن صخر بن الحكم الفزاري، عن حبان بن الحارث الأزدي، عن الربيع بن جميل الضبي، عن مالك بن ضمرة، عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله قال ترد علي الحوض راية علي أمير المؤمنين وإمام الغر فأقوم فأخذ بيده سقطا في الثقلين بعدي، فيقول تبعنا الأكبر وصدقناه وأزرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه، فأقول كذا. قال الشيخ أشهد على عبد الله بن أبا الفضل بن ناصر حدثني بهذا. من هو الذي قال اتبعنا؟ أنا ما فهمته. من هو القائل اتبعنا؟ من هو؟ من القائل اتبعنا؟ إيه من هو؟ أبو ذر؟ وين الحديث النبي نفسه اللي يقول اتبعوا؟ النبي سأل على وقته خلص عموما دلوقتي. لا نحن لفظة اتبعوا والامر الذي يدخل الامر الذي في لفظة الامر تركت فيكم ما ان تمسكتم به. اين هو؟ هذا وقتي لا هو الوقت انتهى بس احنا نبحث عن الامر هنا. اين اتبعوا؟ لفظة التمسك اين هو؟ خلي ياخذ وقته. شفتي؟ طيب خلي الوقت مفتوح. خلي الوقت مفتوح الان، لكن بس هو للاستفسار يا شيخ امامي. شوف اين لفظة الامر هنا؟ لا مو الامر، احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في ابن الجوزي اورد حديث الثقلين او لا؟
يعني هل يعني الان ابن الجوزي اورد حديثا ثم ضعفه في كتاب ثاني، هل ايراده له تصحيح له؟ هذا من اخر علامات الساعه، من اخر علامات الساعه ان ابن الجوزي اذا اورد حديثا يعتبر تصحيح. تفضل معك المدخله الان يا شيخ خالد. ادعى ان ابن الجوزي في كتاب له مخطوط ادعى وهو طلع على الكتاب موجود في المكتبة الشاملة أن هذا الحديث صححه ابن الجوزي، وهذا كلام غير صحيح، كذب، لم يصح ابن الجوزي، بل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات الحديث بنصه وفصه ضعفه ابن الجوزي في الموضوعات. هل هذه هي الأمانة العلمية التي تناقش؟ أن يدعي من كتاب مخطوط أن ابن الجوزي صحح الحديث؟ هذا كتاب الموضوعات ذكر الحديث بنفس الإسناد الذي أورده أحمد الإمامي وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله وإسناده مظلم وفيه مجاهيل لا يعرفون ومخرجه من الكوفة. والذهبي في تلخيص الموضوعات ماذا قال؟ قال وهذا كذب مبين. أين وجدنا هذا الحديث الذي استدل به أحمد الإمامي؟ وجدناه بسنده بنفس السند موجود في كتاب شيعي اسمه الخصال للصدوق. هل هذه هي الأمانة العلمية؟ هل هذا يعني لو أننا النقولات التي تتبعناها وأشار أمس إلى كتاب النصيحة الذهبية أن الذهبي ينتقد شيء مع أن كتاب النصيحة الذهبية لم يثبت عند أهل السنة وبدأ يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعن في العلماء الذين ضعفوا الحديث، لماذا؟ ليصفوا له الحديث مع أنه حديث ضعيف. وقد قلنا نحن مستعدون أن نناقش طرقه طريقا طريقا.